انا هي حاجه واحده بس، وانتوا بتلعبوا تنس ما تبصوش كتير لمكسب الخساره، محدش يفكر انا لازم اكسب، عايز اكسب البطوله دي مهمه. الحاجه الوحيده المفروض في سنكم تعرفوا تعملوها كويس قوي انكم تستمتعوا باللي انتوا بتلعبوه، مكسب الخساره ما تبقاش كل هدفك الاساسي. لو انت هدفك الاساسي مكسب الخساره مش هتحسن، مش هتستمتع باللعبه. لما تخسر هتبقى متضايق جدا، لما تكسب هيبقى هو ده محور حياتك. استمتع، اتبسط، اتبسط زي ما انت بتلعب، اتبسط، حاول تعمل حاجات جديده، حاول تعمل افكار جديده في الملعب، دور على حلول. كل ده ما تكبروا، بس وانتوا صغيرين اتبسطوا قوي، اتبسطوا قوي وانتوا بتلعبوا، خلوا كبروا الموضوع ده فيكم وانتوا بتلعبوا. اتبسطوا، العبوا تنس عشان انتوا بتحبوه، العبوا تنس عشان انتوا مبسوطين، عشان عايزين عشان عايزين تلعبوا، مش عشان عايزين تكسبوا، مش عايزين تخسروا، مش عايزين تكسبوا بطولات، مش عايز تقول انا كسبت البطوله الفلانيه بقيت بطل، انا كسبت البطوله. كل الكلام ده مش مهم، المهم في الاول والاخر انت كتستمتع. الكلام ده كله هيشدك، لكن انت لما تستمتع وتتبسط هتلاقي نفسك بتحسن كتير، هتلاقي نفسك بتعمل حاجات كتير انت ما كنتش فاكر تتخيلها. لو كلكم تبصوا على كلكم عارفين فيدر صح؟ بصوا على فيدر، روجر فيدر، بص عليه، هو بيتكلم في بيجي يعمل مع الصحافه، بيجي يتكلم بيقول لك انا عمري ما كنت اتخيل ان اوصل لكل اللي عملته ده، انا كنت فاكر عادي بكسب البطوله، واول بطوله اكسبها بيقول لك انا كنت فاكر ان دي اخر بطوله انا هكسبها. هو بيستمتع، هو بيلعب، ما بيلعبش عشان مكسب وخساره، بيلعب عشان هو بيحب يلعب.